زي ما قلنا لحضراتكم ان المشهد بيتكرر في كل مكان، يمكن كنا بنعجب في المشاهد الافراح الفلسطينيه، اقول ازاي بيقدروا يعملوا فرح في وسط الدمار ده، الدمار اوقات الظروف تضطرك ان انت تعيشي حياتك وتمشيها عادي، سيناريو والنار على يمينك وعلى يسارك للاسف. فتخيلي بقى انه المشهد للاسف الشديد بيتكرر في كل اوطاننا العربيه، وحتى الشخص لو يعني حاول ان هو يسافر بلد ثانيه يحاول انه يخرج من الحاله دي، يغطي جرحه، يتفائل بشيء، بيرتحل باحزانه. سينار بالله عليك، يمكن مشاهدينا كثير هيأيدونا الان، لو حبينا نسافر كم دوله محدوده الان في الدول العربيه الوضع فيها امن ويسمح انه ندخل ونعيش فيها عادي ونتعامل؟ العراق للاسف الشديد، سوريا للاسف الشديد، من ليبيا للاسف الشديد، اليمن الا من رحم الله شويه بشويه، يعني عاد احنا عاد فينا شويه تروح. من الباقي لا، انت عارفه بقى المشكله كمان انه حتى الدول اللي فيها استقرار بتعمل حظر يمكن على دخول مواطنين من دول اخرى خوفا من انتقال حاله الفوضى لديهم، حاله من الشتات. طيب احنا خرجنا عن الموضوع يبدو، لانه احنا معنا تقرير عن زواج سوري وسوريه حاول ان هم يعني يخرجوا من حاله الالم والحزن، وحاولوا ان هم يعيشوا افراحهم في القاهره الحاضنه لكل العرب. خلينا نشوف هذا التقرير. تتراجع آمال السوريين المقيمين خارج بلدهم في عودة قريبة إلى الديار مع استمرار الأزمة في سوريا في عامها الرابع. في القاهرة عقد شاب وشابة سوريان قرانهما بين جمع من أفراد الأسرتين والأصدقاء بعد أن قضى العريس وائل أغا وأسرته عامين لاجئين في مصر. رقص وائل ووالده مع الأقارب والأصدقاء أبناء مدينة حمص السورية خلال حفل العرس، بينما جلست العروس مع قريباتها وصديقاتها في مكان مخصص للنساء. قاعدين هون عايشين الحمد لله، امورنا بخير، يعني الحياه مش حتوقف حتمشي، والحمد لله اليوم فرح ابني. رغم مظاهر الفرح والاحتفال حرص الأب على التعبير عن الحنين للوطن، شأنه شأن كل اللاجئين السوريين. بنتمنى أن يصير استقرار بسوريا، الواحد بلده ما بيقدر يتركها أو ينساها، بس قاعدين هنا لحتى الله يصلح الحال ببلدنا. قرب نهاية الحفل تجمع أصدقاء وائل وأقاربه حوله، حيث ألبسوه حلة وربطة عنق أنيقتين فيما يبدو أنه تقليد سوري. أنا بتمنى أنه أتجوز بين أهلي، يعني هو أهلي بسوريا أنا لوحدي هنا، فعشان كده بتمنى أنه أتجوز بين أهلي وناسي بسوريا، يعني وإذا أجوا أهلي عاد لهنا يعني. وتقول الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الدول المجاورة بلغ 3 ملايين لاجئ. يعني أنا لو بقدر أيبب كنت يببت. أيبب المصري أزغرت. يا رب كلنا نفرح بهم كده، هم يفرحوا بحالهم.